تعال. هذا رجل الدلال ابو سامر العبيدي. شباب بنبلش مع عمي ابو سامر السيد. ابو سامر العبيدي شلونك عمي سيد؟ يلا حياك الله. بارك يلا حياك بارك شو... ابو احمد ونعم ابو ابو احمد يجي يقف قدام الكاميرا. شلون بدي افتل عليه ما اخش زر عيون من ورا. ابو سامر شلون السوق؟ والله السوق موجود 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 نعم موزود. طيب نشوف شنو عندك. ايوه عندي هاي صارت 18 مليون و800 فطيمه مليون و800 الخروف مليون 575 مليونين و575 مليون بو فرق. طيب مليون و600 فطايم ما شاء الله مليون و600. نعم. طيب اذن اذن والله 118 ما صار مشي مليون و800 ما صار مشي ما صار مشي. طيب نروح على الخرفان ما صار لك فجر يعني جديد ترى اليوم نزل عليه. نعم منه والله. اي والله بس كنا نشوفه يا اخي كنا نرجع نشوفه. لا اليوم نزل اليوم قام يشتغل اليوم هذان قلنا 26 22 يلا مليونين و200 الدفع والطلب مليونين و600 مليون و600 طبعا نحكي بالمفرد يا شباب. طيب كم ابو سامر؟ يلا الفطيمة 17 الفطيمة مبستره هاي. اي والله 17 كنا مبسترين مليون و700 رشحه 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 والله. طيب هاي وراها توم خرفان هاي وراها توم خرفان قلنا 8 ونص يسمون لنا 7 7 ملايين والطلب 8.5 وراها توم خرفان والسن ابو لسه عفتيه لسه عفتيه ما شاء الله تبارك الله. القراقير ابو القراقير والله ابو سامر قلنا لهم 30 ايه سامر 25 تطلب 3 ملايين والدفع مليونين ونص. نعم صار مليونين ونص مليون جايبات 28 ايوه 28 بيعا يعني يكون مصاري النقد زاد ايه 25 صار تماما ابو ابو سامر على راسي اشكرك يا ابو سامر شكرا الله يرزقك. شقد شقد ابو ناس شقد 36 3 ملايين 600 3 ملايين 600 لحم ها لحم حي لحم قاعد تتفرج على المال انت تتفرج على المال ما شاء الله تبارك الله 3 ملايين 600 اثنين مو اثنين على بعض بس هي الوحده 3 ملايين هي 3 ملايين و600 هاي 10 5 ملايين هاي 10 يريد 5 ملايين 3 ملايين و600 دفع تعال انت تعال لحم يا شباب اللهم صل على النبي شو الراي واقف الموسين يريدون اقل ليش درجه والله ايوه على ادش قد يريد 7 ملايين 3 ملايين 7 وش صار صار 3 ملايين 6 ياخذهم يا عم ابو فصيح يا اخي انت يا عم ابو فصيح اذا يزبط معاك خذ ما يزبط معاك دشر يا اخي والله يا اخي لا 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 والله ياخذ ما اخذ 6 6 باع ابرش عليك اخ هذا 3650 الله يرزقك خجل ابو علي اهلنا موصينا روح ابيع انا يخسر له 100000 عليها انتحر اي والله زي 3 ملايين و650 هسه يجي 3 ملايين و650 والرجال يقول موصينا اهلنا جوا 3700 ما يبيع الوحده طبعا صار 3 ملايين و650 لحم انباعنا ابراهيم ابراهيم انباعنا ابو ويناس 3 ملايين و700 انباعنا 3700 نعم نعم 3 ملايين و700 اهديت الشراء واشترى نعم 3 ملايين و700 وظلنا خرفان عند الدلال منصور ابو محمد مليونين و700 من برا ايوه شقد هذا نص نص مليونين و20 ونص ايوه مليونين و805 على راسي يا ابو احمد ايوه مليونين و805 عندكم شيء علي يا ابو محمد 28 ونص مليونين و850 الدفع بالواحد ما شاء الله تبارك الله زينات ما شاء الله الصلاه على محمد ما باع هذا سوق الطيور يا شباب في سوق البقالة نعرف نتعرف على بعض أنواع الطيور الموجودة بالسوق من ديوك دجاج من دجاج بلدي من حبش عم أبو صايل شلونك أبو صايل أخبارك أبو صايل شلون السوق بهالوضع يعني إحنا كبداية ربيع إن شاء الله أكثر يعني شلون بيرتفاع بالنسبة للحبش والله ارتفاع الحبش وصل لل 380 ألف نهار السبت ايوه 380 انباع 380 سوري 380 وزادوا 5 380 طيب والطيره؟ الثايه يعني؟ انباعت 230000 230000 ايوه اعلى سعر شيء ايش قد تقريبا؟ اعلى سعر هذا والله ما بيها 250 بي؟ ثايات؟ ايه لا والله لسه ما وصل ما وصل لسه؟ ان شاء الله يوصل ان شاء الله ما شاء الله جوز على 300 راح ايش قد؟ 300000 جوز الوز جوز الوز 300000 كبار طولك بس الوز كبار؟ كبار بنات العام شو تقريبا وزنه؟ وزنه يعني تطلع الوحده 3 كيلوات 4 ايوه تمام شوف هذا ابو ابصايل ابصايل هذا يريد ينزله مع ابو احمد ابو احمد ايه؟ ابو احمد يريد 65 65
ديوك شنو كله ديوك؟ ديوك 65,000 سوري طبعا الطلب عليها الطلب عليها ما صار شيء ما صار هذا بيع يعني مو او جوه شويه يعني ايوه من 60 ل 65 تنعرف الاسعار عنده عمل خال ابو احمد شلونك ابو احمد يا اخي ابو احمد والله مسكين في البرد شايب عين الله الحمد لله الله يسلمك الشغل مو عيب له تماما ابو احمد شلون السوق زين والله ماشي حاله ماشي حاله مثل هذا ابو احمد والله الطلب هذا عليه 50 50 دجاجات هذا 50 50 ما صار ما صار بشيء طيب هنا ابو احمد هذا اللي ما صار توني جنزات ما صار ديوك هاي ايش تطلب عليها والله طلبت عليه 60 60 60 طيب صار 65 الله ياكلك ايوه هذا صار 65 هذا صار 65 وهذا 50 وهذا 50 هذا 65 وهذا 50 225 وهاي الحبش ايش قد 225 تكرك تريد بيض يعني؟ ايه ايوه هاي جاهزه للبيض اي جاهزه بينا 70 70 يا شباب 70 70 صار ما شاء الله تبارك الله ما يفعل بعمر يعني 70 70 70 70 70,000 سوري على ابو عمشه 70 70 ابو عمشه اسوي 75 وبيعك يعني. اياها على كفالتي ابو عمشه 75 75 75 يعني منه على ابو عمشه 70 اه شهر موزه على راسي على راسي الله يرزقك ابو احمد عادي تابع 150 الجوز تابع مع ابو احمد عادي اهلا وسهلا حياك خلاص ابو عمشه اي ابو عمشه يسوي 70 70 وما 75 سنة وسا سوان 75 80 أبو ما شاء الله تبارك الله ديتشين طيبات الصلاة على محمد 800 مشترات وتبيعون بالفين الله يرزقكم هذا بيض بلدي شباب المشترى 1800 والبيع 2000 ما شاء الله تبارك الله اللي يريد موجود بس يحاكيني ايش قد تريد ايش قد تريد أمن له موجود اي نعم ونسلق وناكل طبعا هاي يا شباب عداد مصاري بالاجره طيب بالاجره بحق الطبيعه زلمه إيه. طبعا نزل بالسوق طبعا هاي حل مشكله اساسيه بالسوق يا شباب لانه المصاري كثرت صار عددها تضخمت يعني فلذلك العالم ما تلحق تعد يعني اليوم المليون ما حد يلحق يعده اذا كان 1000 ولا من الفئه 500 فالعد يعني قليل جدا يعني يصير تضخم لا الدلال يتحمل المسؤوليه ولا البائع ولا الشراء يتحمل المسؤوليه فلذلك العدد افضل حل ما شاء الله بسم الله طبعا هي اول مره تنزل بالسوق اللهم صل على سيدنا محمد بس كانها ما تعد مزبوط كان من 100 تسويها 200 لا بس بدك تتعلم عليها تجسيد جديد عليها ما شاء الله تبارك الله ما جاءت تشتغل يا مسلم إيه؟ ما جاءت تشتغل شغاله شغاله ايوه تمام شقد هاي 100 لازم؟ هاي 100,000 هاي 100,000 خلاص شقد تاخذون على المليون؟ 2000 المليون 2000 وال 500,000 مو؟ كله 2000 2000 500,000 مليون 2000 والمليون 2000 ما شاء الله تبارك الله الله يرزق طبعا هاي حل مشكله رئيسيه يا شباب السوق فعلا فكره مبتكره ممتاز يعني هذا شيء كويس يعني قلنا لكم صار التضخم المصاري فمشكله مشكله رئيسيه يعني لا الدلال يتحمل المسؤوليه ولا الشراي والبائع يتحمل المسؤوليه على طول يطلع نقص المصاري دائما يطلع نقص ويتراجعون ويتشامطون وهذا ناقص وانت عليك وعلي لا خلاص تنعد المصاري بالسوق ويعني والقيمه هي وكل واحد ياخذ وقيمته ببلاش يعني 2000 ورقه اليوم ما تجيب بسكويته ست خرفان وين وين من ايش على هذا هسه مشيت لي مليونين و800 قطع و50 قطع ابد 25 32 ها قلت لك 31 خليتي ايش قد اسعار الرعيه 825 اسعار الرعيه مليونين و825 مليونين و825 عفوا خربطنا قلنا 50 مليونين و825 ست خرفان من الحمار لا لا شعل هذا لك حل الصلاة على محمد تبارك الله ما شاء الله ايه عاد هنا لا حمار هذا لا لا شعل هذا نعم على راسي ابو حسين ايه مليونين 825 ما شاء الله مليونين 825 غرفة زينة شريت الخراف الصلاة على محمد على على واحد ولا اثنين الله يرحمه 50 ايش قد صار مليونين و700 الواحد مليونين و700 يريد يريد 7.5 يريد مليون و750 750 يا اخي والله عبد الفتاح اول مره اشتري عبد الفتاح من قال 8 من قال 8 مليونين و750 الواحد شباب خرفان وراد اللهم صل على سيدنا محمد يا فتاح خلصني طيب شو انا اريد شو انا نفرش يا اخي شنو هذا معناه 8 اسعار اجبر خلاص انا يكفي مش مليا يكفي معاه يعني 8 اقول 8 شيل مليونين و750 الواحد يريد مليون و800 اشوفه كلهم اشتريت 8 يا اخي خلصنا كان مشي والله
وذلنا دغلي يعني شباب. هذا اندفع بيش قد حسن؟ 36 36 يعني 3 ملايين و600 الواحد الدفع، والطلب 4 4 ايه ايه نعم. احنا كل ذمه لحال، بس سبحان الله كان انتو سبحان العظيم ما شاء الله تبارك الله الصلاه على محمد. 3 ملايين و600 الواحد والطلب 4 ملايين. دقالي حلوات ما شاء الله. ها اي بالله حلوات ما شاء الله. الصلاه على محمد. شوف هل افتلوا حسون افتن. ايوه ما شاء الله تبارك الله الصلاه على محمد. هذا انا عجبني حسن. هذا خرفان حسون خرفان خرفان تمام. لسه خارج بس شوي، بس شوي قرنه مو زين لانه بده يلف على على عينه. ما شاء الله تبارك. وهذا كبش، وهذا كبش يا كبش. ها شنو سعره حسون؟ شنو طلب عليه؟ طلب عليه 7 ملايين. اللهم صل على محمد. كبش طيب تبارك الله. شنو سنه؟ قحم. ما شاء الله تبارك الله. 7 ملايين سوري الطلب عليه، اما لسه ما صار بشي تبارك الله. وهذا ابو فواز الاخر يا شباب. طبعا احنا عندنا بسوق البقاره رقم 1 هذاك رقم 2 عندنا رقمين يا شباب، رقم 1 ورقم 2. نعم هنا رقم 1، هنا رقم 1 وهناك رقم 2. ايوه طيب الفطايم ابو فواز، الفطايم صار 20 وربع، 20 وربع مليونين و25، مليونين و25 صار. والله الخاص يا فواز خاص. احنا رجعنا، انا حاس انه نهار السبت السوق افضل. نعم يوم السبت السوق افضل كان، لانه هاي كانت تقريبا حق 21 حق على بعضهم. اذا هاي هاي حق 23 اي هاي اذا تكررت. ايه عليكم السلام على البرامج ما شاء الله تبارك الله. 25 مليونين و550، مليونين و550. طيب نكمل مع ابو فواز رقم 1 ون. ايوه طيب متابعين الشرقيه تابع الفيديو للنهايه. ها عن عجل. ايه هذا خروف، هذا خروف عن عجل. ايوه تمام. شنو وضعه؟ 5 ملايين و600. 5 ملايين و600 صارت. ايه تدريب 6 وتدريب 6. وهذا يا لسه ما صارت، والمعزه صارت 6. هذا معزه ياكل من خس الجوز. الجوز صار 3 فلان الخس ما ياكلونه. ايه وهاي ما صارت بشي لحم، لحم ما صارت بشي. بيش دريد افوز؟ والله طلبت عليها 3.5 لحم على عين ابو الناس. خلتين يا شباب هذا الدلال عمي ابو محمد يا حسين عشار اذن؟ عشار اسخالات عشار. نعم من لسان اسخالات. شنو سعره شنو طلب عليه؟ مليون و700. وهاي؟ صار على بعضها 16.5 مليون و650 على بعضها. وش قد بيع عن ايش قد؟ ايوه مليونين مليونين بيع. عشار ما شاء الله. حليب وشنين. شنو هذا ابو محمد جدايه اسخالات؟ اسخاله وجديد. اسخاله وجديد. صار 25 مليون و250 الوحده. مظبوط؟ اي نعم. نعم مليونين ونص الجوز، الوحده مليون و250. نعم. اسخاله وجديد. ايوه جدي. ها؟ جدي الابيض. الابيض. يعني واحد ياخذ الجدي وياخذ اسخاله. اسخاله. ها ايوه الفحل. فحله معها. فحله معها. ما شاء الله. 3 ملايين الشهر. الشهر. بيع شيء ابو محمد عشار ولا ما بيع؟ جبل جبل. الجبل عفوا. الجبل. حليب. 3 ملايين. ام اسخالات. ايه. ام اسخالات هي. ايوه الشهر. بعته ولا؟ لا ما بعت. ولا في طيمه؟ طيمه 6.5. شنو 6.5؟ 26 16.5. 16.5 مليون و650. مليون و650 في طيمه. نعم. هاي نعجه؟ ما صارت. ما صارت. طيب. هاي على اساس بعتها مليون. لا ايش ذا نصله؟ ايه نصله. مليونين. ايه نعم. هرممو؟ ايه. مليون. بدغوري شاي هسه. بدغوري شاي. بدغوري شاي. بدغوري شاي والله. طيب. الدغلي. الدغلي صار 4.8. 4 ملايين و800. دغلي. ما شاء الله. ايش طالبين عليه؟ والله 5. 5. 5 على البيع. طيب المعزة ذن ابو محمد؟ والله ما صار. ايش طالب عليها؟ هاي صار 17. 17. ايه نعم. مليون و700. ما بيها شي مو؟ ما بيها شي. ما بيها شي لحم يعني.
والحمراء ما صارت؟ ما صارت. طيب أدق لي هذا الصغير الورد؟ ما صار. شو وضعه هذا؟ وضعه أسور. أسور إيه. تبيعه على عذره يعني؟ إيه على عذره. أبو حماد شنو وضعنا ذا أبو حماد؟ والله دغالي قربنا 4.5 أربعة ونص. أربعة ونص دغالي. أربعة ونص الدقالي. طبعا الطلب عليه ما صار يمشي. تمام ما شاء الله تبارك الله. شو رأسك أبو حماد زين؟ اليوم عملنا عمامنا مو جايين هذا العين عيسى وهشتغل مو زين. سوق حا وجو دافي. اي والله سوق هادي. سوق ربيعي ربيعي يا شباب. جو ربيعي ممتاز اللهم صل على النبي. هدوء تام. أربعة ونص وما صار يمشي طبعا طالب عليه الدقالي. الواحد أربعة ونص وما صار يمشي. ما بيدفع. هاي شباب شباب الدلال خالي ابو جمال خال ابو جمال انا شو وضعنا شباب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تشوف حوالي تعال لا تمرنا يا ابو جمال يا ابو يا حباش خمس ملايين الواحد الواحد على بعضه على بعضه خمس ملايين ومية الواحد على بعضه كبار مو؟ ربع ربعان هذا قحم خمس ملايين ومية الدفع طبعا ما باع ايش طالبين عليه نبغى؟ ستة ستة خمسة ونص بيع اما على بعضه على بعضه نعم ما شاء الله تبارك الله شباب زينات الصلاه هذا رجل دلال عمي ابو فواز شباب الختيار ابو فواز يلا حي ابو فواز والله والله عندنا العند يريد مليونين ما قاعد يبعث ما يبعثون كل شيء يريدون مليونين انا زهرمه تعبانه ضعيفه اي والله عايفه ترين اي والله عايفه ترين طيب ابو فواز هذا انا ابو فواز الخرفان 25 مليونين ونص مليونين و500 الخرفان الواحد طبعا مليونين و500 نعم اللهم صل على النبي هل عنز ذي عشره شنو وضعها عشره صارت 3 ملايين و700 3 و700 عنز عشار اي نعم سنها ابو فواز والله رباعيه رباعيه 3 ملايين و700 مو نعم طيب نفتلش ذا نفتلش ذا ايه هاي شنو وضعها هاي حقها خمسه صارت خمسه وراها خاروف 16 صارت ابن اخوي صارت خمسه ويريدها خمسه ونص وراها خاروف ايوه الفطيمه صارت 16 16 مليون و600 مليون و600 ايش طالب عليها والله طالبين 17 طالب 17 على راسي يا فواز اشكرك اقول اهلين والله هلا بيك